هذا وحث الجهاز الوطني للضرائب الخليجية في وقت سابق المحلات والأسواق التجارية بوضع شعار الإعفاء الضريبي أمام السلع المعفاة بهدف تعريف المستهلكين بها. للحديث حول هذا الموضوع معنا سعادة السيد سنان الجابري مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة ليطلعنا على المزيد. مساء الخير سعد. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. بداية يعني لو توضح لنا أهمية وضع هذا الشعار ثم يعني هذه الخطوات كيف ستسهم في تقصير في يعني تحقيق أقصى درجات الشفافية بالنسبة للمستهلك. في الحقيقة هذه المبادرة التي حث عليها الجهاز الوطني للضرائب الخليجية تأتي في سياق تضافر الجهود الحكومية في سبيل يكون هناك تطبيق أمثل ونموذجي لقانون ضريبة القيمة المضافة. نعم. بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على سبيل المثال منها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إدارة حماية المستهلك والجهات الأخرى المعنية، بجانب أيضا الشراكة مع القطاع الخاص كونه هو أيضا معني بالتطبيق لقانون ضريبة القيمة المضافة. يأتي ذلك أيضا في سياق أن قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 يؤكد على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو تقدم إليه. هذا أحد الحقوق الأساسية اللي نص عليها القانون ضمن سياق حقوق عامة أكد عليها القانون. وبالتالي مبادرة الجهاز الوطني للضرائب الخليجية بحث القطاع الخاص لتبني هذه المبادرة تأتي في هذا الإطار، وتأتي أيضا لتكميل التطبيق الصحيح للمرحلة الأولى من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على المنشآت ذات العلاقة. بطبيعة الحال هي ساهمت في توفير جو من الطمأنينة للمستهلك في تعاملاته اليومية للسلع والخدمات التي يشتريها أو تقدم إليه. الصورة أصبحت أكثر وضوحا للمستهلك حول ما هو مشمول بالإعفاء الضريبي وما هو غير مشمول. تقدم الفرصة للمستهلك في اختيار ما يناسبه وفق قدراته الشرائية، وفق احتياجاته اليومية، وفق ما هو موجود أيضا من بدائل في الأسواق. هذه المبادرة سوف تعطي دفعة للتطبيق الصحيح أيضا، ونأمل أيضا مثل ما شفنا في التقرير أن يكون هناك زخم آخر للقطاع الخاص في تبني هذه المبادرة من خلال توسع في تطبيقها، من خلال التوظيف الصحيح لشعار الإعفاء الضريبي. نعم. لأن المستهلك بتصبح لديه صورة أسهل في الحصول على المعلومات الصحيحة عن هذا المنتج. ممكن المستهلك يستطيع من خلال هذا الشعار التحقق أولا أن المنشأة اللي هو في المكان اللي هو فيه يخضع لقيد السجل الضريبي. نعم. من خلال رقم السجل الضريبي الموجود على السلعة. نعم. ممكن أيضا أنه يتأكد من وجود رقم السجل التجاري للمنشأة، ممكن من رمز الاستجابة أو الباركود يطلع أيضا أن هذه المنشأة مقيدة ويحق لها تحصيل الضريبة من عدمها. بالتالي نستطيع نقل المستهلك إلى مرحلة أخرى أنه يكون شريك مثالي في التطبيق لقانون ضريبة القيمة المضافة. نعم. إذا هل تتأكدون من يعني تقومون بحملات تفتيشية للتأكد من تطبيق هذا وضع الشعار؟ بطبيعة الحال أكيد، يعني لابد إحنا دائما نأكد على أن هناك جهود وأعمال تفتيش مستمرة، لأن نعم. ذلك ما نصت عليه القوانين بهدف أن تكون هناك أسواق آمنة تتحقق فيها العلاقة الشفافة والمتزنة والعادلة بين أطراف العملية الاقتصادية. نتكلم عن المزود والمستهلك. المزود نقصد به القطاع التجاري والمستهلكين بشكل عام. المستهلك الآن أصبح من خلال هذه المبادرة شريك من خلال التبليغ عن المخالفات أو ما قد يراه إخلال بقواعد المنافسة والتطبيق الصحيح لقانون ضريبة القيمة المضافة، من خلال التواصل مع الرقم المحدد لذلك للتبليغ عن مثل هذه المخالفات اللي هو 8801، أو أيضا عن طريق التواصل معنا في إدارة حماية المستهلك. نعم، سعادة السيد سنان الجابري مدير إدارة حماية المستهلك، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك.